كنا عم نحكي تحت الهواء رشا عن تربية النحل قديش صعبة وقديش بدها مجهود وفيها بعض المخاوف يمكن والآثار الإيجابية والسلبية، بس اليوم عم نشوف في توجه كتير كبير وفي دعم للقصة للأساس كتير كبير لتربية النحل. في عنا كتير من مربيين النحل بمختلف المحافظات عم يقوموا بمجهود كتير كبير للاستمرار فعليا بتربية النحل، وأساسا مو فقط ليكون في إنتاج عسل، إنتاج العسل عم يدخل فينا نقول العلاج لكتير قصص هو طبية. الأساسي يعني بتشوف دائما الطب يقول لك العسل، أي شيء بنزلات البرد، حتى الأرصات نفسها تبعت النحلات عم يروحوا أكيد في تفاصيل كتير اليوم حيخبرنا عنها ضيفنا. أكيد رشا، ويمكن إنتاج العسل وجودته كمان اليوم عم تكون كتير كبيرة وقوية مع مجهود مربيين نحل. اليوم رح نستضيف مربي النحل بهاء محمود اسكندر لحكي عن هيدا الموضوع بشكل موسع. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح. أول شيء بنقول لك الحمد لله على السلامة. كيف طبطوس وطمنا هيك أهالينا كيفهم؟ والله كله بخير الحمد لله وكله كويس الحمد لله. كان في مطر منيح وهذا الشيء كان إيجابي كتير على الزيتون وعلى كله، بعدين جينا لهون لعندكم. الله يبعث الخير. تكون يا رب شيء كويس يا رب. خلينا هيك ندخل اليوم بموضوع تربية النحل. هذا الشيء يمكن بشوف القصة من برا يفكر القصة كتير سهلة، ولكن هي إلى قواعد. بالنهاية هو مشروع اقتصادي يعني عايش حضرتك من خلاله، وأكيد في أسر كتير عم بتعيش من خلال هذا المشروع. خلينا نحكي اليوم عن أساسيات تربية النحل ونحكي عن مشروعك الخاص كيف بدأت فيه. هلا الاساسيات هي اهم شيء، بده الواحد يبلش يشتغل يكون عنده معلومات الاساسيه اللي هي الخبره بتربيه النحل، كيف بنربي النحل، شو هي الادوات اللي بحاجتها نحن لتربيه النحل. هلا في عندنا المدخن، عندنا البدله، عندنا العتله، هي النحال هي صديقته لانه هو من خلالها في يشتغل بالنحل. طبعا كل شغله لها استخدام محدد لانه نحن عم نتعامل مع اطارات خشب بدنا نحركها بآله خاصه، عم نتعامل مع النحله اللي هي بدها حركه خفيفه لانه اذا كنا نحن متحركين بسرعه هالشيء بخليها تهيج بتاثر سلبا كمان. في عندنا المدخن، طبعا نحن ليش بنستخدمه؟ لانه شو يعني مدخن؟ مدخن هي آله بتنفس دخان، يعني بتعطي دخنه بنحط فيها قطع خيش نحن. شو بتعمل؟ النحله بتحس انه في حريق، فنحن وقت بتحس الشعور هذا بتخفف آلة اللسع عندها، يعني ما عاد بقى تلسع، فهذا الشيء بيريحنا احنا اثناء الشغل، يعني هي من ضمن المواد الضروريه لازم موجوده تكون لحتى فينا نكشف على الخلايا تنتابعها يعني. كيف بدات المشروع؟ هلا اول شيء نحن هالعمل هذا متوارث، يعني كانوا الاباء والاجداد عندنا يعبوه بخوابه النظام القديم للتعبئه يعني، بعدين تطور الموضوع صار فيه خلايا حديثه اللي هي إلى مقاسات محدده بتستخدم اطارات محدده واريح بالعمل كثير يعني. فنحن ورثنا هالموضوع هذا وتابعناه، ونتيجه الخبره اللي اكتسبناها صرنا نشتغل فيه بشكل مستمر. طيب خلينا، يمكن ظروف الأزمة والحرب أثرت كتير على مربيين نحل، لكن بعتقد تحدوا كتير من ظروف الاستمرار بهي المهنة، وقديش فعلياً ساعدوا للاستمرار بهذا المشروع لأنه هو أساساً مشروع بيدعم عجلة الاقتصاد الوطني اليوم. في كتير يمكن صعوبات واجهتكم، كيف استمريتوا؟ خصوصاً لأنه لما نقول خلية النحل بدها كتير مستلزمات لتقدر تكمل هي الخلية، تكون عملية الإنتاج صحيحة ويكون في إنتاج وافر للعسل. استضفنا كتير بحلقاتنا الصباحية مربيين نحل يمكن ما بيعرفوا يشتغلوا البيت النحل، بلشوا يعملوا مشروعهم الخاص ويستمروا بهي القصص، قبل كانوا مثلاً يجيبوه من الخارج. خلينا نحكي عن هي الصعوبات اللي قدرتوا فعلياً تتخطوها وتكملوا فيها. هلا خلال الأزمة نحن صار في عنا ظروف كتير صعبة، مثلاً كنا الخلايا نحن نستقد من مثلاً المحافظة الثانية وكذا، بعدين صرنا نضطر نحن بالتعاون مع أصدقائنا مثلاً نصنع الخشب لحالنا نظبطه ونجهزه. بعدين كمان كنا ناخذ نحن المراعي بسوريا غنية جداً، يعني كل المحافظات فيها أنواع زهر بتعطي رحيق مميز بتعطي عسل مميز كمان. فنحن واجهتنا بعض الصعوبات من هالناحية هي، ولكن قدرنا نتخطاها بالتعاون مع الجهات الحكومية مع الأصدقاء. بعدين شوي شوي كل ما كانت المراحل تتحسن يعني ويصير في مناطق محررة أكثر وترجع السكان ناخذ الخلايا نحن نستفيد من الزهر الموجود بالمنطقة، وهيك يصير
عندنا كثافة إنتاجية يعني بتغطي، لأنه خلال الأزمة نحن قبل كان عندنا إنتاج بيغطي حاجتنا وكنا نبعث لبرا البلد. اللي صار معنا خلال الأزمة اللي صارت بالبلد إنه خف الإنتاج بطريقة كبيرة، حتى في أسر كاملة كان اعتمادها سواء كان مادياً أو من نواحي التانية لها الموضوع هذا. فعم نشوف السنوات الأخرى يمكن صار الإنتاج هلا وافر هلا عم يتم هلا بعد هلا حالياً صار في تحسن هائل. حتى صار عندنا نحن جمعياتنا حالياً في حدا بيهتم صحيح. فينا نحن نسأله كل التفاصيل ونتابع الموضوع لحظة بلحظة يعني. خلينا نحكي عن المشروع وقت اللي بلشت فيه، أكيد في موسم خاص اليوم لحال بيروح لجمع العسل، ودائما بيقولوا لك إنه وقت بدك تشتري بيقول لك في كذا طعمة، يعني إنه هذا النحل بهذا الموسم مثلا تغذى على الليمون، تغذى على شيء ثاني أنا ما بعرف هدول الأسامي والتفاصيل، أنت أكيد حتخبرنا عنهم، إيمتى هو الوقت الصح لهذا الجمع؟ وفي كثير شغلة مهمة كمان حتجاوبنا عليها، كيف نحن قادرين اليوم نميز بين العسل المغشوش والعسل الصافي؟ ايوه تماما. هلا نحن المواسم عندنا مثل ما قلنا سابقا بحكم غنى الطبيعه عندنا بسوريا في عندنا مواسم متلاحقه. هلا نحن بنعتبر فتره الشتاء هي فتره سبات شتوي للنحل، يعني بضل راكن حركته بتكون خفيفه، ما في قطف عسال، ما في حركه بتكون خفيفه. بنبلش بموسم الحمضيه اللي هو زراعته بتكتر بمنطقه الساحل، وبنقطف منه عسل. هلا دائما العسل بنسميه نحن بحسب نوع الزهره، يعني وقت اللي بنقول عسل الحمضيات هو جاي من زهره الحمضيات اللي هو كثير مغذي وكثير مفيد، وخصوصا مثل ما قلنا اول شيء عن نزلات البرد وهالامور هي. بعدين نحن بصير في مواسم متلاحقه، بناخذ مثلا على زهره اليانسون الموجوده بحمص وحماه، بعدين بناخذ على زهره القبار، بعدين بناخذ على زهره الجيجان، بعدين هو كلها أزهار موجودة بسوريا يعني وبنعتمد عنها. حبة البركة لكل زهرة فوائد، ولكل عسل بيطلع منها فوائد محددة، هلا شيء للجهاز التنفسي للجهاز الهضمي يعني ايه يعني، وكله علاجي يعني، بس يكون جاي من الرحيق بشكل نظامي هو كويس. هلا كيف بدنا نميز نحن؟ هلا نحن دائما بنقول في عاملين مهمين بموضوع التمييز بين العسل الجيد والعسل السيء. أول شيء الثقة بالمنتج، لأنه نحن وقت اللي بيكون نحال مشتغل بشكل نظامي وصريح بيكون واضح للعالم كله. ثانيا عندنا التحليل المخبري، دائما نحن وقت اللي بدنا نبعث مثلا لبرا أو بدنا نبعث للمحافظات الثانية بنعمل تحليل مخبري اللي هو موجود بكل المخابر عندنا الكيميائية بسوريا، إنه نحن بدنا نعمل تحليل للعسل بتطلع نتيجته مطابقة وكويس بيكون قابل للاستخدام. هلا في ناس كثير بتستخدم شغلات عرفية، مثلا بيقول لي أحد الأصدقاء مثلا بدي كيلو عسل، فيني مثلا شعله بالمحرمة، هيك بدي أسألك عنه لأنه فيني للمستهلك مثلا عم نحكي أنا عم أحكي مستهلك. فكرة عامة يعني نحن دائما بنشعل شوي منه أيوة. إذا انحرق نحن الأمور العرفية بدنا نعرف إنه الأمور العرفية هي مانا مقياس لحتى من خلالها نعرف جودة العسل. أثبت علميا من عدة سنوات ولهلا إنه ما في شيء بيظهر إذا العسل جيد أو سيء إلا التحليل المخبري. أما كل الطرائق التانية هي طرائق عرفية غير مثبتة علميا، يعني بجوز أنت مثلا نقول اذا شعلنا ما لازم يشعل، طيب نحن معروف بالنار كل شيء بيشعل الا ما في شيء بيطفي النار الا المي. طيب بسكر يعني. بقول لك انا اشتريت مثلا مطربان عسل وبعد فتره طبعا. بلش يسكر، طيب هذا التسكير شو؟ ما هو عسل طبيعي. طيب كان حالي نحن بنعرف انه هي كمان معلومه كثير مفيده ومهمه وسؤال كثير مميز لانه بنواجه الموضوع. ظاهرة تجمد العسل هي ظاهرة طبيعية وضعها الله في العسل للحفاظ على خصائصه. العسل له مكونات اللي هو مثلا فلوكتوز، جلوكوز، مثلا فيتامينات، معادن إلى آخره. وقت اللي بترتفع نسبة معينة بالعسل هذا بيؤدي انه بيصير هو بيتجمد ليحافظ على خصائصه. على سبيل المثال عندنا عسل اسمه عسل القطن، كنا نحط بمنطقه اسمها الطبقه بالرقه. بنجيب نحن هالعسل هذا بنحطه بعد الفرز بعده دقائق، بنعبيه بتنك خاصه بيتحول لتنكي مثل قطعه السمنه، مع انه كان سائل هو قبل بدقائق. شو السبب؟ لانه هو في خصائص بتميزه انه بعد اللي بيتحرك من الشمع تبعه بيعمل هالقطعه هي مثل السمنه بتكون، هي دليل جوده وليس دليل سد. هلا النحالين شو عم يعملوا لحتى، لانه ثقافه المستهلك بتقول انه العسل المجمد هو عسل غير جيد، وهي طبعا ثقافه خاطئه، نحن دائما نحاول نضوي على الموضوع. صحيح. بيحاولوا يرفعوا درجه حرارة العسل، يعني أنا هالتنكي نفسها هي المجهزة برفع درجة حرارتها لمثلا على 40،
بترجع الحالة السائلة، بس أنا فقدت 50% من خصائص الغذائية وبالتالي غلط أنا أعمل هالتصرف. طبعا دائما نحن بنقول إذا العسل جمد هذا مش سلبي، شيء طبيعي. النقطة الأساسية عم نركز عنها لأنه كثير في ناس بتحاول تستفسر وخصوصا المستهلك، لأنه حتى سعر العسل اختلف، يعني عم يدفع مبلغ كبير بيقول أنا بدي أحصل على عسل مميز وبجودة عالية. لون العسل كمان خلينا نحكي عنه، لأنه أحيانا بنشوف في ألوان للعسل، في ناس بتقول لك مثلا المستهلك إنه لا إذا كان أغمق هو صاحب جودة عالية، لا نشوف درجات. خلينا نحكي اختلاف العسل بألوانه شو بيكون سبب الاختلاف؟ هلأ الألوان بتحددها الزهرة، يعني هي الزهرة نوع الرحيق تبعها بيحدد اللون، بس نحن كمان بدنا نكون متأكدين إنه جودة العسل ما بتتحدد باللون، يعني عمليا عسل الحمضيات هو لونه فاتح صحيح، ورغم ذلك هو من أفيد أنواع العسل لموضوع الجهاز التنفسي ومشاكل الرئتين والسعال والبلغم. نحن كيف بدنا نغير ثقافة المستهلك هون؟ نحن موجودين لحتى نقول لكم انه نحن جودة العسل ما لها علاقة اللون نهائيا، انما لها علاقة انه يكون العسل نظامي 100% وكويس. هلا نحن عندنا انواع غامقة، هلا ببلدنا الانواع الغامقة اكثر من انواع الفاتحة، يعني مثلا عندنا حبة البركة بيجي غامق لدرجة كبيرة، في عندنا اليانسون بيجي لونه احمر شوي، يعني بين الغامق والاحمر، يعني في عندنا الحمضيات مثلا بيجي فاتح، في عندنا القبار بيجي غامق. في الوان كثير بدنا نعرف انه اللون ما بيحدد جودي نهائيا، انما جودي. وعسل الملكي بيكون فاتح؟ العسل الملكي أو العسل الملكي، العسل الملكي حتى الان العسل الملكي العلم الساعي عم يكتشف الفوائد الموجوده فيه، يعني هو بنعتبره نحن موسوعه غذائيه. اجود انواع العسل صحيح. يعني مثلا العسل الملكي هو عباره عن ماده هلاميه بيضاء صحيح ينتجها النحل الشاب، يعني هو مو جاي من زهره او جاي من رحيق او جاي من ورده، هو في غده الثالثه الموجوده بالنحله بتفرزه بتعطيه للملكه لحتى تكون منتجه. هو كويس للاخصاب، كويس للطاقه، بيعطي حيويه، بيعطي نضاره، بيعطي نشاط، كويس لجميع اجهزه الجسم صحيح. فهو كثير مميز هذا العسل الملكي وفي عليه طلب جدا، هنا يعني كويس كثير. سبحان الله، يعني دائما بنشوف في حالات مرضيه شو فيت بالعسل. اذا هيك من خلال خبرتك ومن خلال البيئة اللي حضرتك موجود فيها ومن خلال المجتمع اللي عم تشتغلوا سوا، خلينا نحكي اليوم شو أهم الحالات اللي ممكن أنه تلجأوا للعسل لشفائها؟ هلا نحن أول شيء كنا بالبداية كان شغلنا بالعسل أنه تعبئة تغليف مثلا ونقدمه للمستهلك. بالمرحلة فترة شي سنة وجاية اتفقنا مع كادر كامل اللي هو أطباء مختصين بالعلاج بمنتجات النحل. طبعا هدول الأطباء هن عاملين دورات على الموضوع هذا، وبناء على دراسات سواء كانت خارجية أو داخلية شفناها نحن بتعطي نتيجة كويسة. صار عندنا خلطات منتجاتها فقط هي العسل الصافي، العسل الملكي، غبار الطلع والبروبلس المطحون اللي هي منتجات نحلية. بعد هالدراسات هي مثلا بيقول لنا حدا مثلا انا عندي مشكله بالجهاز الهضمي، مثلا عندي مشاكل، بنعرف انه احنا مثلا البروبليس بيعالج مشاكل الجهاز الهضمي. فنحن شو بنعمل؟ بنعطيها الماده هي مخلوطه مع بعض المجهزه من قبل اطباء مختصين بتعالج المشكله هي. اكيد بدنا نقول لك يعطيك العافيه وتحيه لكل مربيي النحل اللي فعليا عم يتحدوا الظروف يستمروا بشغلهم، جهود كثير كبيره ومضاعفه عم تقوموا فيها، يعطيكم الف عافيه. نتمنى لك التوفيق بمشروعك وان شاء الله بنشوف متوسع اكثر واكثر فيه. شكرا كثير لك. يعطيك الف عافيه وصباحك خير، نورتنا اليوم بدمشق اكيد وضمن الاخباريه. شكرا لكم، تحياتنا لكم، اكيد بنتمنى الدعم الكامل لكم. شكرا شكرا شكرا. Yeah.